مشاهدينا في كل مكان، بنرحب بيكم على شاشة الفضائية المصرية وأيضا القناة الثانية، وحلقة جديدة ومصر النهاردة. مصر النهاردة، مصر بالتحديد، ابتدى يبقى فيها يعني تمهيد كبير جدا لانتخابات مجلس الشعب إن شاء الله القادمة. يمكن هيبقى فيه جزء كبير من مصر حصر فيها ايه النهاردة، بنتكلم فيه عن الانتخابات، لان من الواضح انها ابتدت تبقى انتخابات ساخنة جدا جدا. يعني ناس كتير نزل انتخابات بقلب جامد جدا، وناس متربصة لناس. يعني في الحقيقة انه واضح ان احنا فعلا قدام يعني في حاجة كده، هيبقى جو سياسي ساخن في خلال الشهرين القادمين ان شاء الله. لكن احنا في مصر النهاردة هنبقى معاكم، وهنقول طبعا اكتر بخصوص الموضوع ده بالتحديد عند الانتخابات في خلال مصر حصل فيها ايه النهاردة. لكن اسمحوا لي قبل ما نقول احنا عندنا ايه، عايزين برضو يعني نقول انه زي ما في مسلسلات جميلة وشغل جميل التلفزيون عامله، في ايضا الاذاعة المصرية عاملة شغل كويس قوي. يعني في الحقيقة في شهر رمضان المبارك مقدمة مجموعة من البرامج اللطيفة الجميلة الخفيفة اللي بتتناسب مع الشهر الكريم، وايضا مسلسلات جميلة. انا شخصيا بتابع يعني اكتر من مسلسل، مش هقول على فين بالظبط او مش هقول بتوع مين بالظبط، لكن في الحقيقة مسلسلات على موجات إذاعية كثيرة جدا. فأيضا كل التقدير والاحترام والشكر لأسرة الإذاعة المصرية، لأنهم عاملين شغل حلو أوي في رمضان. النهاردة حلقتنا فيها موضوعات كتير متنوعة، وزي ما احنا متعودين من أول رمضان، احنا الخميس والجمعة بتبقى يومين مفتوحين، ما بيبقاش معانا فيهم الفقرتين بتوع تامر وخيري اعتراف وسؤال بسؤال، بس بيبقى عندنا مناقشات أكتر في موضوعات مختلفة. النهاردة عندنا مسلسلين في الحقيقة نسبة مشاهدتهم برضو عالية، وناس كتير بتتكلم عنهم في البيوت وأيضا من خلال الصحف. هنتكلم مع برة الدنيا. برة الدنيا النهاردة النجم الكبير شريف منير، أنا سعيدة أني هقابله النهاردة، عامل دور أكثر من رائع، المسلسل كله جميل جدا وبيناقش حقيقي موضوعات مهمة جدا موجودة في حياتنا دلوقتي. شريف منير عمل دور من أحسن أدواره، وأكيد هنعرف إيه الجديد اللي عند شريف منير وأشياء كثيرة، بس أكيد مش هنحاول نحرق المسلسل وأحداثه. الفقرة الأخيرة هتكون مع أسرة مسلسل قطة العامية، حنان ترك زي ما عودتنا كل سنة هي نجمة جميلة، كلنا قاعدين وبنستنى أعمالها حقيقي، لأنها بتحرص على تقديم الأدوار اللي كل فتاة مصرية ممكن تكون بتقوم بيها في الحياة العامة، الحياة الاجتماعية، حياتنا الطبيعية. هي بتبقى دايما بتحسسني إنها فتاة مصرية. من يعني اي حد بيتفرج على حنان ترك بيحس ان دي اخته او بنته، خطيبته، مراته، بتعمل فعلا، بتنقي الادوار اللي قريبه جدا مننا احنا كمصريين. معانا النهارده حنان ترك، عمرو يوسف، علاء مرسي، طبعا كلهم نجوم، واحنا استمتعنا بالقطه العاميه، وطبعا في احداث كتير مش يعني اكيد هنعرفها اكتر من خلال لقائنا باسره مسلسل القطه العاميه. لكن طبعا الفقره الاولانيه زي ما بنحرص دايما عليها في مصر النهارده هي مصر حصل فيها ايه، فيها حاجات كتيره جدا هنقولها بعد الفاصل. وايضا بيبقى معانا تسليم جائزتنا، مصر النهارده بتقدم كل يوم في شهر رمضان المبارك 10,000 جنيه. هنخرج فاصل سريع ونرجع نشوف حصل ايه في مصر النهارده.